ندخل هنا ندخل على المحاضرة الرابعة وهي عملية المولتينج أو الانسلاخ في الحشرات. إيش يعني مولتينج أو الانسلاخ؟ هي عبارة عن التخلص أو استبدال الجليد القديم rigid exoskeleton. عادة المولتينج أو عملية الانسلاخ تدخل فيها هرمونات وبروتينات وإنزيمات وممكن ينقسم إلى 7 خطوات. طيب متى يصير الانسلاخ؟ أول حاجة الحشرة لما تفقس من البيضة وتبدأ تدخل مرحلة الإماتيور إنسكت وتبدأ تتغذى يبدأ يزيد حجمها، فهنا 1 نتيجة لزيادة حجمها لازم تعمل replace للإكسو سكيلتون خلاص. طيب 2 عشان تستمر دورة حياتها to continue its development تتغير من طور إلى طور ومن شكل إلى شكل لازم تدخل في عملية الانسلاخ. عدد الانسلاخ number of molting يعتمد على نوع الحشرة، زي الصراصير تدخل من 13 إلى 23 انسلاخ، في بعض الكريكتس أو صراصير الليل أو اللاكوست الجراد تدخل من تدخل في 3 إلى 4 انسلاخات. طيب عمليات الانسلاخ أنا هتكلم وحشرح عنها هنا لأنها أسهل. طبعا الوضع الطبيعي للانسلاخ للحشرة للكيوتيكل حقها بدأ الشكل خلاص، عندي كيوتيكل وعندي إبيديرمس وتحت في عندي البيسمنت ممبرين. طيب الكيوتيكل عندي برو كيوتيكل و الإبيكيوتيكل اللي فوق والبروكيوتيكل. البرو في عندي الإندو الإكسو والإندوكيوتيكل. طيب أول عملية تصير عملية الأبولايسيز الانفصال، مين اللي ينفصل؟ يبدأ ينفصل كل الكيوتيكل عن طبقة اللي هي الإبيديرمس طبقة البشرة، شايفين الخط هذا؟ بعد كده يبدأ يتكون عندي إبيكيوتيكل، فاللي أتكون عندي أول شيء من فوق خلاص. مين اللي يفرزه؟ في مجموعة من الخلايا في منطقة البشرة بتفرز المولتينج جيل، شايفين النقاط هذه عبارة عن المولتينج جيل أو سائل الانسلاخ خلاص. هنا يبدأ يتكون عندي أول حاجة الإبيكيوتيكل، بعد كده تحت الإبيكيوتيكل عندي البروكيوتيكل، بعد ما تكون عندي الإبي شايفينه هذا، تحت تبدأ تتكون عندي الخطوط اللي هي بالطول، هذا نسميها بالبروكيوتيكل. من فين تتكون؟ في عندي مواد تفرزها خلاص انزيمات او افرازات خلاص بتنفرز بتحلل الجليد القديم ويبدا يرجع للجديد، ومنها يبدا يتكون البروكيوتيكل. بعد كده تبدا مرحله الاكدايسيز عمليه التحلل خلاص، بمعنى كل الجليد القديم يبدا يتحلل ويدخل لتحت وتبدا الحشره تدخل مرحله الانسلاخ، تبدا تجهز نفسها عشان تبدا تنسلخ او تفك نفسها من الجليد القديم. اكسبانجن عملية التمدد خلاص، يبدأ يتكون عندي طبعا يتكون عندي البروكيوتيكل لكن يكون هنا undifferentiated غير متمايز، وتبدأ الحشرة تكون كده جسمها مجعد سبحان الله، الهيكل حقها يكون مجعد أول ما تنسلخ من الجليد القديم تكون كده جسمها مجعد، فتمسك لها كده ركن إلين ما تبدأ كل شيء يبدأ يناسب جسمها. هنا لاحظوا إن كان في تجعد من فوق، بعد كده صار لا خلاص مفروض. بعد كده حيبدأ يتصلب عندي خلاص، آخر طبقة تتصلب عندي اللي هي عبارة عن الإكسوكيوتيكل، شايفينها هذه عاملة زي الإكسال إكسوكيوتيكل تبدأ تتصلب. بعد كده آخر خطوة يبدأ يتكون تحت الإكسوكيوتيكل الإندوكيوتيكل، شايفينها صف واحد من الصفوف كده متوازية. فأنا عندي تكوين الكيوتيكل في الحشرات، أول شيء يتكون عندي الإبيكيوتيكل، بعد كده طبقة البرو. طبقة البرو احنا قلنا فيها طبقتين، اول شيء يتكون فيها الاكسوكيوتيكل بعد كده يبدا يتكون فيها الاندوكيوتيكل. اوكي طيب هذا بكل بساطه الشرح حقها، ان شاء الله يكون واضح بالنسبه لكم. هنا طبعا العمليه السادسه داركنينج والهاردنينج، بمعنى انه الحشره اول ما تنسلخ يكون جلدها كده جليدها كده ناعم وفاتح، بعد كده تبدا تدخل مرحله التصلب وعمليه يكون لونها كده غامق. طبعا اللون الفاتح او الحشرة اول ما تنسلخ هي مشابهة للحشرة بعد ما يتصلب جلدها، ما تتغير نهائيا في الحجم. طيب ندخل في الجزئية الثانية. طبعا انا عندي مين اللي يلعب دور في عملية الانسلاخ؟ عندي احنا قلنا هرمونات وغدد وانزيمات. اوكي طيب انا عندي هنا بالنسبة للهرمونات انا عندي غدد صماء بتفرز مجموعة من الهرمونات، اللي هي مين هي الغدد اللي بتفرز هذه الهرمونات؟ عند البرين كوربورا اللاتا خلاص، كوربورا كاردياكا والبروثو راكيك جلاند، افصلوها بروثو خلاص عند الاو راكيك جلاند.
طيب هذا بالنسبة للغدد الصماء. بالنسبة للهرمونات اللي تنفرز، عندي الجوفينايل هرمون، عندي الإكدايسل هرمون، عندي البروثرو، خلاص بروثرو أكيكو تروبيك هرمون، بروثرو خلاص عند الأو أكيكو عند الأو تروبيك هرمون. أسهل لكم في نطقها. هنا أنا حشرح على الرسمة. أنا عندي البرين خلاص بيحفز الكوربورا كاردياكم والكوربورا اللاتا إن هي تفرز هرمون. إحنا قلنا هذه غدد. الآن البروسيس حيمشي غدة هرمون غدة هرمون. ثاني عملية الانسلاخ تعتمد على غدة هرمون غدة هرمون. بعد كده حيبدأ يتكون عندي الكتيكل الجديد. إيش هي الغدة الأولى؟ البرين تبدأ تحفز الكوربورا كاردياكم والكوربورا اللاتا إن هي تفرز هرمون بروثرو راكيك خلاص. بروثرو أكيكو تروبيك هرمون PTTH. بروثرو أكيكو تروبيك هرمون. هذول الثلاثة يحفز الهرمون إنه ينفرز. الهرمون ده لما ينفرز هيحفز غدة. الغدة هذه نسميها بروثرو راكيك جلاند. طيب الغدة هتحفز إنه تفرز هرمون. الهرمون نسميه بالإكدايسون هرمون. منها على طول يبدأ يتكون الإندوكيوتيكل ويتكون النيو كيوتيكل. خلاص عيد تاني. الكلام شوية حيكون صعب عليكم لأنه الرسمة حتكون أسهل. البرين حتحفز الكربورة كاردياكم والكربورة اللاتم إن هي تفرز هرمون PTTH اللي هو عبارة عن بروثرو أكيكو تروبيك هرمون. هذه راح تشتغل على غدة. الغدة هذه اللي هي بروثرو راكيك جلاند. الغدة راح تفرز هرمون اللي هي الإكدايسون هرمون اللي على طول يبدأ يشتغل بعدها عملية إنتاج النيو كيوتيكل. هنا في معلومة تقول لنا إنه ترى في مجموعة من الخلايا في طبقة الإبيديرمس طبقة البشرة نسميها بالفيرسون جلاند هي المسؤولة إن هي تعطيني السائل سائل الانسلاخ اللي هو المولتينج جل عشان تبدأ تتكون الطبقات اللي بعدها. خلاص طيب آخر سلايد عندنا إيش يقول؟ يقول a length of time الوقت اللي تبدأ تصيب فيه الحشرة بين انسلاخ وانسلاخ نسميه stadium، والفيز المرحلة اللي تكون فيها الحشرة بين انسلاخين الأول كان وقت، الآن الفيز الفترة بين انسلاخين نسميه انستر. خلاص طيب الحشرة لما توصل للعمر البالغ نسميه adult أو الإيماجو. الحشرة من البيضة إلى الأدل نسميه generation جيل. طيب the process of ecdysis عملية الانسلاخ تعتمد على بعض الأشياء الموجودة في الظروف البيئية وعلى الهرمونات والإنزيمات. يعني مثلا في بعض الحشرات إذا كانت الحرارة منخفضة أو الجو بارد ما تنسلخ بسرعة، تأخذ ممكن سنة. لكن لو كانت درجة الحرارة المثالية لها مثلا الصراصير درجة الحرارة 26-27 لا تنسلخ في 6 شهور. فالظروف البيئية خلاص وجود الأكل وجود الشرب هذه كلها، درجة الحرارة اللايت، هذه كلها ظروف بيئية تدخل في عملية الانسلاخ إضافة طبعا إلى الهرمونات والإنزيمات. هذا بالنسبة للمحاضرة. قبل ما نختم في عندي الانسلاخ أو الإكدايسيس خلاص usually takes place in early morning. عادة الحشرات بتنسلخ في بداية اليوم عشان يكون في الرطوبة أعلى مستوى لها. طيب insecure because of the helpless of molting insect. بمعنى insecure المرحلة هذه ما فيها أمان إنه ممكن الحشرة أثناء الانسلاخ تعلق فتموت. faulty molting as a major cause of mortality. ممكن فشلها في الانسلاخ تدخل مرحلة الموت، خلاص ما عاد تقدر تكمل تعلق في النص وبالتالي تدخل المورتاليتي أو تدخل في الموت. هذا بالنسبة للمحاضرة الرابعة، يا رب إنها تكون واضحة بالنسبة لكم. ندخل على المحاضرة الخامسة من أجمل وأمتع المحاضرات. جسم الحشرة زي ما قلنا مقسم إلى head, thorax and abdomen. خلصنا. طيب أنا عندي سطح الحشرة الظهري يعني dorsal. احفظوها كده الناس اللي تلخبط بينها. ظهري يعني dorsal. ventral يعني بطني. في جزء أمامي anterior أمامي. خلاص. البوستيريور جزء خلفي، الليترال اللي هو طرفي أو جانبي. طيب نيجي لتركيبة الرأس، طبعا المحاضرة هذه تتكلم على تركيبة الرأس وزوائدها. عندي البوزيشن حقة الرأس، الحشرات كلها
البوزيشن الراس حقها مش موجود في يعني في مكان واحد. كل حشرة حسب طريقة غذائها وحسب بيئتها سبحان الله تختلف البوزيشن حقة الراس. طيب أنا عندي فم الحشرات يعتبر خارجي، إحنا فمنا يعتبر داخلي، يعني فمنا يعتبر داخل الجمجمة خلاص، فهو داخلي إندوغناثس. الحشرات تعتبر إكتوغناثس خارجية الفم، فإكتوغناثس يعني خارجية، غناثس يعني فم، إكتو يعني خارجي. أول بوزيشن لمثال عليها الجراد نسميه بي الهايبوغناثس، سفلية أجزاء الفم، بمعنى الراس كده ماشي وأجزاء الفم تحت. أوكي زي مثال عليها الأورثوبترا مستقيمة الأجنحة من ضمنها اللي هي الجراد، هذا واحد. البوزيشن الثاني يسموه بروكناثس، أمامية أجزاء الفم، بمعنى كده جسمها خلاص وأجزاء فمها تكمل عليها. مثال عليها الكوليوبترا في بعض أنواع البيتلز والويفلز، السوس والخنافس. في أجسام اللي هي أجزاء رأس تعتبر بطنية من كثر ما خراطيمها طويلة صارت تضمها تحت ناحية بطنها، موجودة بين الأرجل، نسميها أوبيثو غناثس، بطنية أجزاء الفم. شايفين هذه أجزاء الفم، هذا نوع من أنواع الأفد خلاص، لاحظوا أجزاء الفم عشانها طويلة تحت متمددة تحت بطنها بين رجولها. هنا طبعا مثال عليها عديد من الحشرات زي مثلا الهيمبترا نصفية الأجنحة خلاص، أجزاء فمها طبعا هي تتغذى على سوائل العصارة النباتية حقة النباتات، أجزاء فمها مرة طويلة فلما تكون مرتخية تدخلها كلها تحت بطنها بدي الطريقة خلاص. طيب تركيبة الرأس، الهيد أو الهيد كابسولز هي نفس المسمى، تستخدم في عملية التغذية وكمان عليها مجموعة من السنسيلاي، تستخدم في عملية السنسوري سنتر أو أجزاء ممكن تتحسس فيها. طبعا أجزاء الفم قرون الاستشعارات كلها عليها شعيرات نسميها بالسنسلة، عشان كده حاسة الإحساس عند الحشرات مرة عالي، تشم الأكل، تشم مثلا الميت الطرف الثاني إذا كان ذكر ولا أنثى، تشم الفريسة، عندها الجهاز الحسي مرة عالي. طيب بيحمل العيون زي ما قلنا compound or simple eye، تحمل الأنتنة، تحمل الجوز أو الفكوكس أو الماوث بارتس. طيب خليني أنا أشرح الكلام اللي هنا، هنا أحب أشرح في كلام في رسم أكثر من كلام. أنا عندي إيش مكتوب هنا، الجبهة كلايبس والليبرم والمانديبلز. طيب هذا الرأس حق الحشرات، القمة اللي فوق نسميها بالفنتريكس، هذه فيرتكس القمة. بعد كده عندي الكلايبس اللي هي الدرقة، المنطقة اللي بين خشمك وبين فمك في منطقة كده صغيرة فيها زي الخطين، هذه عند الحشرات نسميها بالكلايبس. تحت منها في عندها الليبرم الشفة العليا، يو فوق مفتوحة نسميها بالليبرم خلاص. تحت منها في الليبيوم الشفة السفلى، الاي تحت اليو فوق. طيب عندي على الجوانب في عندي المانديبلز خلاص، وفي تحت منها في المجزلة الإكس تحت، فالإكس والآي تحت، المجزلة والليبيوم فكوك سفلية وشفة سفلية. طيب عندي على الواجهة جبهتك نسميها بالفرونت، الحشرات عندها جبهة، عندك خد جينا الحشرات عندها خد نسميه بالجينا. أعيد تاني، أنا عندي الفيرتكس القمة، بعد كده الجبهة، بعد كده بين خشمك وبين شفتك نسميها بالكلايبس الدرقة، بعد كده الحشرات عندها ليبرم شفة عليا، عندها ليبيوم شفة سفلى، عندها مانديبلز فكوك علوية، وعندها مكزيلا فكوك سفلية، فالآي والإكس تحت شوف شفة سفلية وفكوك سفلية. هنا سلايدات هتبدأ تشرح لكم كده بشكل بسيط كل منطقة إيش فيها. أول جزئية اللي هي الفرونت، الفرونت عبارة عن إيش؟ عبارة عن منطقة الجبهة تحت العيون البسيطة وعلى جانبين من العيون المركبة، موجودة فوق مين؟ فوق الكلايبس الدرقة. هذه بتعمل لي سبورت لمين؟ للفرنجل ديليترز موسس، عضلات موسعة للبلعوم. هنا الحشرات سبحان الله الأطوار الصغيرة ربنا خلقها عشان تأكل، تأكل عشان تعطيني في الأخير الأدل، فطول ما هي تأكل تأكل كمية كبيرة، وتأكل يعني مو بس كمية، تأكل أحجام كبيرة،
فعشان تاكل سبحان الله يكون في عضلات تبدا توسع منطقه الفارينكس. طيب هذه اول منطقه. نيجي لثاني منطقه الكلايبس الدرقه، موجوده تحت مين؟ الفرنت وفوق الليبرم الشفه العليا. هذه سبحان الله بتدعم مين؟ بتدعم حاجة نسميها سايبيريال ديليتيف ماسلز، العضلات الموسعة اللي تجويف الفم. أنا جبت لكم سلايد هنا أو صورة عشان تفهموها بشكل أكبر. أنا عندي هذه الليبرم خلاص الشفة العليا، وهنا الشفة السفلى، وهذا تجويف الفم. هذه السايبيريال ماسلز شايفين عضلات موسعة لتجويف الفم. هنا الحشرات لما تيجي تتغذى هذه العضلات تبدأ تشد عشان سبحان الله تبدأ تاخذ كمية كبيرة من الأكل ويدخل إلى داخل التجويف والجهاز الهضمي. أوكي؟ فأنا عندي هذه السايبيريال ديليتر ماسلز. طيب أنا عندي الكلايبس مقسومة إلى جزئين، مقسومة إلى جزء علوي خلاص نسميه بالبوست كلايبس، وجزء سفلي نسميه بالأنتي كلايبس. خلاص أنتي في تي زايدة، أنتي كلايبس هنا الصح. عندكم البوست وعندكم الأنتي كلايبس، فهنا عفوا في تي زايدة. طيب نيجي للليبرة الشفة العليا الزرقاء، هذه عبارة عن الشفة العليا upper lip تعتبر movable أو articulates متمفصلة مع الكلايبس خلاص الجزء الأزرق. طيب عن طريق حاجة نسميها بـ clipolabral suture، الدرز الشفوي الدرقي. شايفين هذا الخط اللي هنا اللي هو سايبرو ليبرال سوترز، الدرز الشفوي خلاص الدرقي اللي هو بين الدرق وبين الشفة. عندي الفنتريكس الفيرتكس عفوا اللي هي الجبهة، وعندي الجينا هذه كلها تظهر عن طريق المنظر الجانبي، وعندي المانديبولز الفكوك العلوية، وعندي المكزيلا الفكوك السفلية، وعندي الليبيوم كمان الشفة السفلية. الآن نجي للهيد أو الهيد كابسولز قطعها. الراس تكون من 6 قطع، كل قطعة سموها بناء على تواجد شغلة فيها. أول قطعة سموها بالأوكيولار سيجمنت، القطع العينية فيها بس العيون المركبة البسيطة خلصنا. قطع قرون الاستشعار فيها فقط قرون الاستشعار، هذه ثاني قطعة. ثالث قطعة فيها الليبرال سيجمنت اللي هي عبارة عن الشفة العليا. قطعة فيها المانديبولار سيجمنت أو فيها الفكوك العلوية سموها بالمانديبولار سيجمنت، قطع الفكوك العلوية، وعندي قطع الفكوك السفلية خلاص ماكسيلاري سيجمنت، وعندي قطع الشفة السفلية اللي هي الليبيال سيجمنت. فكده احنا خلصنا 6 قطع للراس، وهذه تعتبر المحاضرة الخامسة. نيجي للمحاضرة السادسة وهي تتكلم على الأوكيولار سيجمنتس والأنتيلان سيجمنتس، عندي السيمبل والكومباوند آي، وعندي قرون الاستشعار. طبعا انا عندي بالنسبه للعيون في الحشرات نوعين، عيون مركبه وعيون بسيطه. العيون المركبه موجوده في اطراف راس الحشره، والعيون البسيطه ماخذه شكل مثلث راسه الى اسفل. بالنسبه للعيون المركبه انا حشرحها هنا، طبعا هي الجزء الطرفي او الجانبي للحشرات الادلت، وفي بعض انواع الرقيه. طيب عباره عن ايش؟ تتكون من فوق من الكورنيال لينس العدسه القرنيه، وتحت منها في مخروط نسموه بالكريستالينج كون، مخروط جيلاتيني أو هلامي جيلي خلاص. تحت منه في مجموعة من الخلايا خلاص نسميها بالرابدوم، وحوالينها كمان في صف من الخلايا نسميها 8 أعمدة من الخلايا نسميها بأريتونيال سيلز. أريتونيال سيلز هي الخلايا العصبية. طيب إيش اللي بيصير؟ كل مرة الحشرة تنسلخ يبدأ يخرج الكورنيال لينس أو اللينسز هنا تسموها، والمخروط الجيلاتيني هذا يبدأ يخرج. طيب إيش اللي يرجع المخروط الجيلاتيني مرة تانية؟ في عندي شايفين هنا في 4 خلايا نسميها خلايا سيمبر، هذا اللي بتفرز المخروط بعد ما تنسلخ الحشرة خلاص. طبعا أنا عندي الحبة نسميها أوماتيديم، أوماتيديا مجموعة، فأنا عندي هنا أوماتيديا يعني مجموعة، فالحشرات مازيل وورك آن تحتوي على 600 أوماتيديا في العيون الواحدة، وفي بعضها لا تحتوي على 28,000 تقريبا في العيون الواحدة زي الأودوناتا. هذه طبعا العيون المركبة موجودة في الحشرات الأدلت. طيب نجي لي السيمبل آي. السيمبل آي عبارة عن 3 نقاط موجودة في رأس الحشرات. طيب هي أصلا نوعين، هذا الشكل نسميه بالدورسال سيمبل آي ظهرية خلاص، لأنك لما تشوفين من فوق كأنها جاية كده ناحية ظهرها.
فانا عندي نوعين من السمبل اي، الدورسال اوسيلاي او الدورسال سمبل اي، موجود في الاطوار الادلت، في بعض الانواع الادلت، وفي بعض انواع الحوريات اللي تعتبر هيمي ميتابولا ناقصه التحول. هذه حنجيها ان شاء الله باذن الله في الشباتب الاخيره. فهذه ليست مسؤولة عن إنها تكون صورة أو تشوف فيها، لا، هي عبارة عن جزء حساس ببعض أنواع الويفلينث أو الرينج، مدى محدد من الويفلينث. في عند الليترال أوسيلاي زي هذه، أنا عندي هذه يرقة البعوضة مسكيتو لارف، عيونها عبارة عن جزء طرفي، واحد هنا وواحد هنا، فهي دو ليترال طرفية. هذه إيش تسوي؟ هذه مسؤولة عن الرؤية، خلاص. فهي موجودة في الهولوميتابولا كاملة التحول، يرقات كاملة التحول، وموجودة في بعض أنواع الأدلت زي الحشرات البدائية كولينبولا والثيزانورا، وموجودة على أطراف الرأس، خلاص. فأنا عندي دورسل ظهرية وعندي ليترال طرفية، أوكي. طيب نيجي الآن لأنواع قرون الاستشعار. طبعا أنا عندي أنواع الحشرات تحتوي على قرون الاستشعار ما عدا البروتيورا، نوع من أنواع الحشرات البدائية. طبعا في اشكال وانواع لقرون الاستشعار، حتى الشكل الواحد فيه اكثر من تفرع، موجوده في بدايه الراس. التركيبه الاساسيه لقرن الاستشعار، عندي اول حاجه عندي القاعده، جزء القرن الاستشعار اللاصق في الجسم الحشره نسميه بالسكاب، هذه القاعده. اول ثاني حلقه بعدها خلاص نسميها بالبيديكل، الرقبه. بعد البيديكل تبدأ الفلاجيلم الصوت أو الجزء الطويل لقرن الاستشعار. فأنا عندي قاعدة وعنق وصوت، سكاب، بيديكل، وفلاجيلم. وظائف قرن الاستشعار، أول شيء يستخدم كأولفاكتوري ريسبتورز زي الخشم، عندنا يشم الروائح اللي موجودة في الجو، فهو يستخدم عملية الشم، خلاص، عن طريق السنسلة. السنسلة هي الشعيرات الحسية اللي موجودة على جسم الحشرة، موزعة في كل مكان على قرون الاستشعار، أجزاء الفم، الفتحات التناسلية، بطنها، رجولها، موزعة بشكل مرة كبير. كمان تستخدم في عملية التتش، أحيانا إذا لاحظتوا صراصير ولا في مقاطع تلاقوا الصرصار يبدأ يتحسس بقرون الاستشعار والأكل اللي قدامه. كمان تستخدم في بعض الأنواع زي مثلا الدبترا لارف، بعض أنواع ثنائية الأجنحة، يرقات ثنائية الأجنحة تستخدم في عملية عصر الفريسة، الأجنحة القرون الاستشعار تكون مرة قوية. في بعضها تستخدم في عملية حمل الأنثى أثناء عملية التزاوج، زي مثال الكوليبتران اللي هي تابعة للكوليبترا اللي هي غمدية الأجنحة. في بعضها تتحسس الرطوبة وتتحسس الويتر فابر، كمية بخار الموية. وفي بعضها قرن الاستشعار يحتوي على الجونستون أورغان، خلاص، موجود في الحلقة الثانية لقرن الاستشعار أو في تركيبة قرن الاستشعار. هذا مسؤول عن إدراك الصوت، يعني يتكلم على أثناء تزاوج البعوض، يكون في أصوات خاصة بالبعوض. طيب في بعض الذباب بتحس بالإير سبيد أثناء عملية طيرانها، عشان لو شافت مثلا أنه الهواء مرة عالي عليها، لا، تبدأ توقف ومع التطير. طيب أنواع الأنتنة، عندي الفيليفورم، قرن الاستشعار الخيطي زي الخيط، يبدأ بنفس الحجم وينتهي بنفس الحجم، موجود في أغلب الحشرات زي دراغون فلايز، الجروس هوبرز، الكريكتس، البايتينج فلايز، سكوربيون فلايز، البيتلز. أغلب أنواع الحشرات قرن الاستشعار حقها خيطي، خيطي يعني يبدأ بنفس الحجم، شايفين، وينتهي بنفس الحجم. طيب في عندي بعض الموديفيكيشنز بتصير للأنواع. أول موديفيكيشن يصيب لعملية لمنطقة السكاب، فحيكون عندي جينوكيليت المرفقية، بيكون شكله زي المرفق، خلاص، تخيلي هذه يدك وهذه مرفقك، فهي بيكون شكلها مرفقية زي بعض أنواع النمل، البيتلز والوركرز وفاني بيز، شغالات النحل. وفي عندي كلافي جينوكيليت، بمعنى أن هي تكون صولة جانية مرفقية، هي نفسها المرفقية لكن صار في انتفاخ في الأخير، انتفاخ تدريجي، خلاص. طيب هنا موجود في بعض انواع الكوليبترا. في تحورات صارت في منطقه الرقبه او ثاني قطعه في القرن الاستشعار اللي هي البيديكال انتينال موديفيكيشنز. صار عندي نوع من انواع التحورات في ذكر وانثى البعوض. احنا نعرف ان الذكر المليان شعر، الانثى لا، شعرها قليل. انا عندي انثى البعوض شعرها نسميه بالبيلس، والذكر نسميه بالبلومس. فأنا عندي ريشي شكله مرة ريش، بمعنى شعراته مرة كثيرة، وعندي شعري، فأنا عندي الريش شعره أكثر من الشعر،
استوعبتوا معايا؟ فأنا عندي شعري في الفيميل موسكيتوز والريشي ريشي مرة كثير في الميل موسكيتوز. فأنا عندي البلومس في الميل والبيلس في الأنثى. بلومس ريشي بيلس شعري. أوكي؟ في عندي تحورات صارت في منطقة الفلاجيلم، الصوت اللي طويل من برا. أول نوع اللي هو سيتاكيس، شوكية تبدأ عريضة زي الصرصور بالبلنت أمريكان وتنتهي مستدقة شوكية. عندي الكوكروشز، عندي الماي فلايز. طيب أنا عندي، شايفين هنا تبدأ عريضة وتنتهي شوكية مستدقة. عندي المونيليفورم القلادية، بمعنى كل حبة من السيجمنت صارت شكلها زي الدوارة زي كده، تنتهي بنفس الحجم، تبدأ وتنتهي بنفس الحجم. فالمونيليفورم قلادية موجودة في بعض أنواع البيتلز والوايت أنت النملة الأبيض. سراتي منشارية، كل حلقة من حلقات الفلاجيلم صار شكلها زي جزئية المنشار، خلاص زي بعض أنواع البيتلز اللي هي موجودة في أوردر كوليوبترا. عندي البكتينات، شكلها مشطي، شكلها زي المشط بالضبط. فكل حلقة من الفلاجيلم صارت كده مستطيلة، ممكن تكون من جهة واحدة مستطيلة نسميها يوني بكتينات، مشطية وحيدة أو من طرف واحد، أو ممكن تكون باي بكتينات، ثنائية مشطية زي كده، شايفينها مشط من فوق ومن تحت على جوانب قرن الاستشعاع من الجهتين. فهذه يوني وهذه باي. أوكي، هذه نقدر نفرق بينها في المث، في اللي هو الفراش، مش الفراشات، الفراش. طيب إذا كانت يوني بكتينات فهي حتكون في الفيميل، والباي بكتينات حتكون في الذكر بنفس طريقة البعوض. الصف الواحد عدده قليل فحيكون في الأنثى، صفين عددهم كثير حيكون في الذكر. احنا دائما نعرف ان الذكر شعره كثير والأنثى شعرها قليلة، فمو كده. لاميليت مروحية صفايحية ورقية، كلها بنفس الطريقة، بمعنى الأطراف الأخيرة تبدأ يكون شكلها كده أوراق مرة عريضة. مثال عليها سكارب بيتلز أو خنافس الروث. عندي الكلافيت الصولجانية، خلاص صولجانية يعني الانتفاخات الأخيرة بدأت كده تنتفخ بالتدريج، خلاص صار شكلها زي الصولجان زي كده، انتفاخات الجزء الأخير بالتدريج. مثال عليها في بعض أنواع البيتلز والبترفلايز. طيب عندي الرأسية كابيتيت، كابيتيت يعني رأسية، بمعنى آخر ثلاثة حلقات فقط هي اللي تبدأ تكبر. مثال عليها بعض أنواع الخنافس والبترفلايز، خلاص زي مثال عليها سكن بيتلز. ستايلات اسمها كده ستايلات، الصوت الأخير يبدأ يكون شكله زي الوحدة حلقة only one segment as a tibian fly، نوع من أنواع التبيان فلاي، خلاص الحلقة الأخيرة صار شكلها بس عبارة عن الصوت الطويل، صار عبارة عن one segment. أريستيت زي مثال عليها اللي موجود في الهارس فلاي، صار قصير قبل الاستشعار، صار قصير وصارت خارجة منه شعيرة واحدة، بريستل شعيرة، خلاص زي مثال عليها اللي موجود في قبل الاستشعار. أتوقع أنكم شفتوه في المعمل ومستوعبين الكلام اللي أنا قاعد أقوله. طيب ثواني، أوكي كده إحنا خلصنا المحاضرة السادسة.